التقي وزادت الشوق والسامي انطلاقا وطيئا لإمبريسيس من البداية بينما المرشح الثاني بوتنتين هو الذي يتصدر السباق من البداية بفارق فوز عن باهمية تيزر اللي يحتل المركز الثاني وثم يأتي في المركز الثالث وباء بينما المركز الرابع يأتي بريش هنا بوتنتين هو الذي يتصدر السباق وثم يأتي بريش في المركز الثاني فضاء في محادثات السياج يأتي في المركز الثالث وبهمية زيزر بجانبه وأيضا تليفونه ولا زال بوتنتين وبريش إذا بوتنتين بفارق رقبة يتصدر السباق عن بريش ليحتل المركز الثاني وثم يأتي في المركز الثالث بهمية زيزر بينما فضاء يحتل المركز الرابع وثم يأتي تليفونو في المركز الخامس وبريشر بوينت في المركز السادس وايضا لدينا فضاء اذا لازال بوتنتيت هو اللي يتصدر السباق من البدايه وحتى الان اما الان بوتنتيت وبريش خطوه في خطوه الان وثم ياتي بهيمين ديزل في المركز الثالث وبريشر بوينت في المركز الرابع وفضاء في محادثه السياج في المركز الخامس وثم ياتي امبريسيس وايضا تليفون هنا تقول في اخر 600 متر من السباق ولا زال بوتنتيت هو اللي يتصدر السباق وثم بريش ياتي في المركز الثاني وهنالك ايضا محاولات من قبل تليفونو اذا لا زال بوتنتيت هو اللي يتصدر